عدم ما اعرفش عدم ثقه في المنتخب ولا يعني كان خوف من المنتخب الايطالي، لكن في رايي ان المنتخب الايطالي قدم شخصيه مختلفه واستحق البطوله بصراحه عن جداره، وكان المنتخب الافضل في كل شيء. وحتى بعد اصابه سبيناتزولا انك بتخسر لعيب برضه في الفاينل، لعيب مهم عندك في خط الوسط، بس برضه ما شفناش يعني المشكله اللي حصلت الفرقه بالغياب ده، والفريق قدر ان هو يقدم شكل جيد في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني وطبعا الشوط الاضافيه. واعتقد في وجهه نظري منتخب ايطاليا استحق البطوله حتى لو كان المكسب عن طريق ركلات الترجيح.